السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن محصول من محاصيل الخضر الصيفية، هذا هو نبات القتة أو كما نقول بالبلدي القتة، وهذه الثمار، وهذه ثمار القتة. والقتة نبات يتبع العائلة القرعية، هذه الأزهار يتم التلقيح ثم الإخصاب ثم بإذن الله تكوين الثمرة اللي هي ثمرة القتة. هذه ثمرة القتة متصلة بالنبات كما نشاهد، متصلة بالنبات من جهة، وهذه هي بواقي الزهرة أو بقية الزهر، لأن هو ذكرنا أن هناك عملية التلقيح ثم إخصاب ثم تكوين الثمرة وتسقط البتلات اللي هي هذه هي البتلات التي ملتصقة بالثمرة. وعموما ونحن نتحدث عن القتة، جميع النباتات تتكون من الساق، الأوراق، البراعم الزهرية، يعني الساق نعلمها، وهذه الأوراق، هذه الأوراق، يبقى النبات تتكون من ساق ثم أوراق ثم براعم زهرية، وهذه البراعم الزهرية، ثم الزهرة، وهذه الأزهار، ثم الثمرة، وهذه ثمرة القتة. فكل نبات يتكون من جذر وساق وأوراق وبراعم زهرية ثم الأزهار ثم الثمار. إذن ونحن نتحدث عن الأوراق، أوراق النباتات، هذه أوراق نبات القتة. نؤكد أن هناك تحورات للأوراق، يبقى نتحدث الآن عن تحورات الأوراق. هناك أوراق زهرية، والأوراق الزهرية الأوراق المكونة، الأوراق الزهرية هي الأوراق المكونة لمحيطات الزهرة، كأس، التويج، الطلع، المتاع. هذه أوراق، يعني احنا عندنا هذه الورقة، ولكن هناك تحورات للورقة. فالزهرة هي ورقة متحورة، أوراق زهرية هي الأوراق المكونة لمحيطات الزهرة، الكأس، التويج، الطلع، المتاع. هناك أوراق تكاثر خضرية، برضو هذه من تحورات الأوراق. نمرة ثلاثة، أوراق شوكية مثل التين الشوكي، ورقة كبيرة مثل التين الشوكي. في أوراق معلاقية، وهذه تتحور إلى أجزاء، إلى محاليق، يبقى أوراق محاليقية، عفوا، يبقى إحنا قلنا أوراق زهرية، أوراق تكاثرية، أوراق شوكية، أوراق محلاقية. محلاقية اللي هي هذه تعمل محاليق، يبقى دي عبارة عن ورقة متحورة إلى محلاق. إذن هناك أوراق محلاقية، الورقة متحورة إلى محلاق. أوراق زهرية، الورقة متحورة إلى زهرة. ما هو أي نبات كما ذكرنا مكون من جذر وساق وأوراق. وهناك أوراق محلاقية اللي هي البرعم الزهري، أوراق زهرية. وهناك أوراق محلاقية، الورقة تتحور إلى محلاق. في أوراق عوامة نشاهدها اللي هو ورق ورد النيل، وفي النباتات المائية الطافية مثل ورق ورد النيل تنتفخ الأعناق الأوراق وتمتلئ بالهواء، وكلنا نعلم ونشاهد ورق ورد النيل. في أوراق مخزنة زي ورق البصل، يعني البصل الروس أو البصلة الروس التي نتناولها في المطبخ المصري، البصلة، كل هذه البصلة هي أوراق مخزنة.
اذا في اوراق عاديه، في اوراق محلقيه، اوراق محلقيه، اوراق زهريه، اوراق مخزنه. طيب ونحن نتحدث عن تحورات الاوراق، نتحدث عن نباتات اكله الحشرات. هذه النباتات التحورات، الورقه تحولت الى اكله للحشرات. نعم، هذه النباتات اكله الحشرات، تحورت الورقه الى ما نشاهده. كذلك هذه كما نشاهد، هذه ورقه اكله الحشرات، هذه الورقه تقف الحشر عليها فتنغلق الاوراق عليها وتهضم الحشر. يبقى هذه نباتات اكله الحشرات، وهذه من التحورات الورقيه. النبات ده يسمى فينوس صائد الذباب، وهذه كذلك تحورات الاوراق، نباتات تاكل الحشرات. يا ساده، ما نشاهده حقيقه، فهناك بعض النباتات لها القدره على التغذيه على الحشرات، ويطلق عليها النباتات ذات التغذيه الشاذه. نعم، ربما صورة بألف كلمة، أو ربما صورة خير من ألف كلمة. هذه نباتات تتغذى على الحشرات. ويطلق عليها نباتات ذات التغذية الشاذة. لذلك تتحور أوراقها أو أجزاء منها لتقوم بهذه الوظيفة. ومن هذه النباتات ما نشاهده نبات الجرة. كما يقال نبات الجرة، الأوراق تتحور كأنها جرة، تقف عليها الحشرة فتنزلق بداخلها من هنا. يعني تنزلق الحشرة من هنا، إذا وقفت الحشرة تنزلق وتدخل بداخل الجرة وتقوم ويقوم النبات بهضم الحشرة. وكما ذكرنا تسمى التغذية الشاذة. هذه التحورات في نبات الجرة. وفي نبات خناق الذباب أو صائد الذباب، برضو هذه كلها تحورات في الأوراق أو أوراق متحورة. يبقى هذه أوراق فينوس صائد الذباب، أو كما يقال خناق الذباب. هذا ما لدينا عن الأوراق المتحورة وأنواع ومكونات النبات، جذر وساق وأوراق وبراعم زهرية. هذا ما لدينا، ونشكر حسن المتابعة. شكراً.